النشرة الرياضية من قناة يمن شباب، أهلا بكم ونستهلها بأبرز العناوين. اليرموك يفوز على الصقر بركلات الترجيح ويتأهل للنهائي بطولة ملتقى الوحدة الشتوي بصنعاء. السودان تقصي جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائيات أمم إفريقيا. إسبانيا تقلب الطاولة على جورجيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل، حيث اختتمت منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الفرق الشعبية لكرة القدم في محافظة أبين، وتأهل فريق القبيلة إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق MTN، وجاء تأهل فريق القبيلة بعد فوزه على براعم لودر بهدف دون رد في نصف النهائي. تأهل اليرموك إلى نهائي بطولة ملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرابع، وذلك بعد فوزه على الصقر بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق. مع انطلاق المباراة الأولى في نصف نهائي بطولة ملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرابع، كان الحذر ظاهرا على لاعبي اليرموك والصقر. جماهير الفريقين حضرت إلى مدرجات ملعب الوحدة في حدة وأشعلت بتشجيعها أجواء المباراة منذ البداية. لاعبو الصقر حاولوا الضغط على اليرموك للتقدم، إلا أن ذلك كان من نصيب أبناء الروضة الذين حصلوا على ركلة جزاء نفذها أسامة الداهية، وتصدى لها فرج بايع شوت، إلا أن الداهية تبعها وأحرز الهدف الأول عند الدقيقة 39، وبعد 6 دقائق ضاعف النتيجة أحمد عنانه. كانت مباراة كويسة من الفريقين، وفي البداية كنا الأفضل وسجلنا هدفين، وبدأنا الشوط الثاني وإحنا مركزين، حاولنا نركز بس ظروف المباراة هكذا. وفي الشوط الثاني كان الصقر الأخطر وأسفرت محاولاته عن إحراز الهدف الأول عبر حسين غازي عند الدقيقة 52، وبينما كانت المباراة في الطريق إلى نهايتها بهذه النتيجة، تحصل الصقر ركلة جزاء عند الدقيقة 94 ونفذها بنجاح حسين غازي ليعدل النتيجة ويلجأ الفريق لركلات الحظ الترجيحية. المباراة كانت صعبة جدا وصعبة للغاية أكيد، وإحنا بنقابل فريق كبير كفريق الصقر، يمتلك لاعبين جل مواهب، يعني جل مواهب تعز، بالإضافة إلى الأمانة، إضافة إلى يعني لاعبي الجمهورية هم أفضل لاعبين يعتبروا. الأمانة قدموا مباراة كبيرة وإحنا قدمنا مباراة كبيرة ضدهم، فلله الحمد والشكر على الفوز. ركلات الحظ رجحت كفة فريق اليرموك بعد تصدي الحارس مروان بسبس لإحداها ومنح فريقه الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. تتواصل في العاصمة المؤقتة عدن منافسات بطولة التنس المفتوحة للفئات العمرية بنسختها الرابعة، وشهدت البطولة منافسات مثيرة بين اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، وتمكن منصور محمد من الفوز على بدر لؤي بمجموعتين دون مقابل في فئة الممتاز، وفي فئة الشباب تغلب محمد مكي على نورس فائز ب3 مجموعات مقابل مجموعتين، وعزيز عادل على محمد عادل ب3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة. وفي فئة البراعم فاز إبراهيم حسن على وليد محمد بمجموعتين دون رد، كما تغلب دياب الحقلي على زياد محمد ب3 مجموعات دون رد. وقبل الختام مشاهدينا، دعونا نتابع وإياكم أبرز المباريات مساء اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء. ختام النشرة الرياضية، أطيب المنى، إلى اللقاء.